أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن ملفي الدعم العسكري والإغاثة في تعز بعد فتح منافذ المدينة. مرة أخرى تصبح فيها قوات الجيش الوطني والمقاومة على مشارف التحرير الكامل لمحافظة تعز. في المرات السابقة كان الحائل دون ذلك هو عدم توافر الدعم العسكري اللازم لمواصلة العمليات العسكرية حتى تحرير كامل المحافظة، وهو ما ينعكس في وقت لاحق على تراجع الجيش والمقاومة أمام التعزيزات التي ترسلها الميليشيا إلى تعز. كانت الحرب طوال عام ونصف في تعز تأخذ شكل متوالية منهكة من التقدم والتراجع، والآن وفي حين تؤكد السلطة الشرعية أنها بصدد إطلاق عملية كبرى لإسقاط الانقلاب، أخذت تعز زمام المبادرة. ولكن كيف سيبدو هذا التقدم الذي حققته خلال الأيام الماضية إذا ما استمر الدعم على النحو القائم؟ وهل سنشهد في الأيام القادمة تحركا على صعيد إغاثة المدنيين الذين بقوا تحت الحصار طوال مدة الحرب؟ هذه التساؤلات وغيرها ستكون محور حديثنا هذا المساء مع ضيوفنا، ولكن بعد مشاهدة هذا التقرير للزميل كمال حيدرة. في كل مرة يحقق الجيش الوطني والمقاومة تقدما في تعز ويصبح على مشارف تحرير كامل المحافظة، تتوقف تلك الانتصارات عند عتبة عدم توفر الدعم الكافي لاستكمال مسيرة التقدم وحسم المعركة في محافظة أنهكتها الحرب على مدى أكثر من عام ونصف. بعدها تعود ميليشيا الحوثي والمخلوع التي تعزز قواتها كل مرة بأقوى مما كانت عليه لتستعيد كثيرا من المواقع التي فقدتها وتتوغل في مناطق جديدة، وهكذا لأكثر من مرة. في هذه المرة أعلنت قادة الجيش والمقاومة استعادت معظم المواقع التي كانت تحت سيطرة الميليشيا وفتح معظم منافذ المحافظة التي كانت تغلقها الميليشيا في وجه أبناء المدينة، وهذا يشير للوهلة الأولى إلى أن ذرائع بقاء تعز خارج مخططات التحرير والإغاثة حتى الآن قد سقطت بانتظار ماذا بعد. في ملف الإغاثة الذي بقي مغلقا بإغلاق منافذ الوصول إلى تعز، يتوقع المواطنون المحاصرون هنا تحركا جديا لإدخال مواد الإغاثة والمستلزمات الطبية التي تحتاجها المدينة لتضميد جراحها ومعالجة ما خلفته الحرب الطويلة والمنهكة. متوالية الانتصار والتراجع التي تعيشها تعز منذ عام ونصف خلفت دمارا واسعا في المدينة وجعلت الحرب تبدو بلا نهاية، وهو ما يجعل الحديث عن العملية الأخيرة التي شارفت على تحرير المحافظة بالكامل يبقى معلقا على ما سيحدث بعدها، وموقف السلطة الشرعية والتحالف العربي اللذين أعلنا أكثر من مرة انطلاق عملية تحرير تعز، ولكن ذلك التحرير تأخر منذ بداية الحرب حتى الآن. نبدأ بمناقشة موضوع هذه الحلقة مع ضيفنا من تعز القائد في مقاومة تعز عبدو حمود الصغير. أهلا بك أستاذ عبدو. حياك الله أخي الحبيب. بعد ما حققته المقاومة والجيش من تقدم على مختلف الجبهات في تعز، هل في مخططكم الآن مواصلة التقدم أم أن الخطة الحالية تتوقف فقط عند هذه المرحلة؟ أولا أحييك وأحيي مشاهديك الكرام ومن خلال شاشتكم الوطنية الرائعة أوجه كلمة شكر لكل أبناء تعز المحاصرين ولكل أبناء تعز من أفراد المقاومة والجيش الوطني والتحالف أيضا ممثلا بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارة العربية المتحدة على ما يبذلوا في إطار هذه تنفيذ الخطة الرئيسية لتحرير تعز. طبعا خلال الأيام الماضية ومنذ أكثر من أسبوع كامل والقوات المقاومة والجيش الوطني تنفذ في أكثر من محور هجوما لاستعادة كثير من المناطق والسيطرة عليها، وبالفعل تمت الجبهة الغربية السيطرة على كثير من المواقع الهامة جدا والمشرفة على الشارع الرئيسي أو الطريق الرئيسي ما بين تعز والتربة وعدن، ولله الحمد ما زالت المقاومة على هذه المواقع مسيطرة وما زالت الاشتباكات قائمة في خطوط متقدمة أسفل جبل هام أو باتجاه حذران. كذلك في الجبهة الغربية في الجبهة الشرقية سيطرت المقاومة على جبل مكلكل المعسكر الاستراتيجي والذي قصفت المدينة بأكثر أنواع بمختلف أنواع الأسلحة في أكثر من يوم وأكثر من مرة وأكثر من لحظة. كذلك في الجبهة الشمالية تقدمت أيضا باتجاه جبل وعش باتجاه مباشر في هذا الاتجاه. كل هذه التقدمات كانت ضمن خطة رئيسية أعدت من قبل المقاومة الشعبية والجيش الوطني وبإشراف مباشر من قبل نائب رئيس الجمهورية
ميدانيا ورئيس الجمهوريه طيب والحكومه الشرعيه. حاليا اين اهدافكم حاليا اين تتركز؟ ما هي الجبهات المهمه الان لكم؟ هذه تمثل المرحله الاولى من خطه تحرير تعز، ابتداء بالجبهه الغربيه ثم الوصول الى الخطه الثانيه والثالثه، التحرير الشامل للمدينه. والان نحن داخلين في المرحله الثانيه، وهي الخطه الثانيه اللي اجزاء كبيره جدا باتجاه 60 وباتجاه الحوبان وباتجاه خدير. ما المتغير هذه المره في هذه العمليه؟ هي اكثر من مره كانت هناك محاولات لتحرير المدينه ولفتح منافذها المحاصره من قبل ميليشيا، هذه المره ما المتغير في المعركه؟ المتغير الرئيسي في هذه المعركه الوصول المقاومه والجيش الوطني الى خبره كافيه في اعداد وترتيب العمل الميداني والتنسيق المباشر ما بين الجهتين، الجيش والمقاومه من ناحيه وايضا التحالف من ناحيه اخرى، لتنفيذ عملية فرية واسعة ومتزامنة مع ضرب الطيران لأهداف كثيرة جدا. وهذا ما هو حاصل بالفعل، هذا هو المتغير الرئيسي. المتغير الثاني وهو وصول بعض الدعم، الأصح أنه بسيط جدا لكن أيضا أعطى حماسا ودافعية لدى قيادة المقاومة والجيش الوطني لتنفيذ مهام ميدانية. طيب في إشارة إشارتك أستاذ عبده، في إشارتك إلى موضوع الطيران والإمكانيات التي قدمت لكم الآن، ما الطائرات والضرب الطيران كان متواجد منذ بداية الحرب والمعركة في تعز من قبل، يعني فما الذي يفهم من هذا الكلام؟ يعني هل كانت هناك عوائق في المرات السابقة الآن تمت إزاحة هذه العوائق؟ وأيضا عن موضوع الإمكانيات حاليا وفق الإمكانيات المتاحة والمتواجدة معكم، هل تمكنكم هذه الإمكانيات من مواصلة المعركة حتى تحرير كامل المحافظة؟ فيما يخص الطيران، صح أخي الحبيب أنه في الفترة الماضية كان الطيران يقوم بضربات محدودة وفي أماكن محدودة، لكن خلال الفترة الماضية لمسنا منذ أواخر رمضان لمسنا جدية في تعامل الطيران مع معركة تعز ومع أهداف تعز. ولاحظتم أنتم في 25 رمضان قاموا بطلعات جوية ناجحة، نفذ 11 طلعة جوية في الجبهة الغربية وكانت ناجحة، دمرت دبابتين وأكثر من سلاح ثقيل وقوي. ايضا في ليله امس نفذ ايضا 8 ضربات قويه في الجبهه الغربيه، وكانت ضربات موقع العدو وايقاف محاوله العدو لاستعاده المواقع. اعتقد انه في الفتره الاخيره ومن خلال تفاعل كثير من القيادات العسكريه سواء في المملكه العربيه السعوديه او قوات الشرعيه، كلهم لديهم هم واحد وهو تحرير تعز، دعمنا ببعض الامكانيات سواء البسيطه جدا والتي لا تفي لاستمرار المعركه، لكن على امل ووعود كبيره جدا لايجاد امكانيات لاستمرار المعركه. نحن مصممون على ان المعركه ستستمر سواء وفي بالوعود او لم يوفى بالوعود، وثقتنا بقياده. طيب ما اهم الوعود التي تلقيتموها فيما يخص هذه العمليه وهذه المعركه حاليا؟ الدعم بالذخائر الكافيه لاستمرار المعركه واستمرار التحرير. وانا قلت سابقا ان الخطه هي 3 مراحل، قد يكون المرحله الاولى دعمت جزئيا لكن وعود كبيره جدا بدعم بقيه المراحل. طيب منصور الحساني المتحدث باسم المجلس العسكري في تعز يقول انه حصل هذا التقدم وهذا التطور والتحول في ما يخص معارك تعز بعد ضغط التحالف العربي على في زاويته في ملف دمج المقاومه الشعبيه بالجيش الوطني، ما الذي يفهم من هذا الكلام؟ يعني كانه هل هناك كان متوقف الدعم بخصوص هذه النقطة أنه يتم التحرير فقط من قبل الجيش الوطني ولا تحسب انتصار لأي جماعة أو لأي مجموعة مسلحة؟ أعتقد أنا ومن خلال نظرتي المدنية نقلت المقاومة الشعبية لسؤال سبيل الجيش الوطني حاليا، أقول أنه لابد من إدماج المقاومة الشعبية بالجيش الوطني، وأنا على ثقة أن قوات المقاومة في المحافظة كلهم لديهم هذا الشعور انه لابد من ادماج المقاومه الشعبيه في الجيش الوطني والتعامل مع جهه واحده وهي جهه رسميه الجيش الوطني. كلنا ندين بالولاء للجيش الوطني في هذا الاتجاه، وهدفنا الرئيسي ان نتحرر المحافظه بالجيش الوطني. نعلم تماما انه في ظل تواجد فصائل او مجموعات او كيانات، كلنا ناسف بتواجد هذه الكائنات ما لم يتم توحيدها، لكن الوقت الحالي
انا اعلم انه هناك خطوات جاريه لادماج الجيش لادماج المقاومه بالجيش الوطني، نؤيدها نستحسنها بل ونؤكد انها لابد ان تكون في اسرع وقت، وهذه مهمه طيب جدا. فيما يخص خطوات دمج المقاومه الشعبيه بالجيش الوطني استاذ عبدو، هل هي خطوات حقيقيه؟ هل هي خطوات جاده؟ وما الذي تم فعله من هذه الخطوات؟ نحن نشعر انه بوجود المستشار او المشرف الرئيسي لهذه العمليه في تعيين الاخ سمير الحرق والمبعوث من قبل رئاسه الجمهوريه لتنفيذ هذين الامرين، المشرف على الخطه الرئيسيه وايضا دمج المقاومه الشعبيه بالجيش الوطني. هناك مقترحات وشكلت كثير من اللجان لهذا الجانب حتى تستكمل تنفيذ توجيهات رئيس الجمهوريه حفظه الله بادماج 15,000 من المقاومه الشعبيه للجيش الوطني و3,000 للامن، وهذه صدر قرار رسمي بها. الاخ سمير يشتغل في هذا الاتجاه، وشكلت لجنه للدمج من قبل غرفه العمليات المشتركه التي يقودها قائد المحور الاخ العميد خالد فاضل. شكرا جزيلا لك عبد الحمود الصغير القائد في المقاومه الشعبيه، كنت معنا من تعز. ينضم الينا الان في هذا الجزء من حلقه الاستاذ عبد العزيز المجيدي الكاتب والمحلل السياسي. اهلا بك استاذ عبد العزيز. اهلا وسهلا بك يا حبيبي. استاذ عبد العزيز، اذا حديث مره اخرى عن ان قوات الجيش والمقاومه يتقدمون في تعز، حدث مثل هذا التقدم في اكثر من مره، هل تبدو هذه المره مختلفه ام اننا ربما نشهد تراجع لنفس الاسباب السابقه التي كانت تتحدث عن ضعف الدعم؟ من الواضح أننا الآن نشاهد عملية عسكرية مختلفة إلى حد ما، هناك إلى كبير شكل من الدعم الذي ربما حصلت عليه المقاومة من قبل التحالف والسلطة الشرعية. التحالف وفر إسنادا قويا هذه المرة على غير العادة، على غير عادة العمليات العسكرية السابقة التي جرت في محافظة تعز. كان بالأمس ناطق المجلس العسكري يتحدث عن تغطية قوية يعني واسعة لعمليات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تعز. أعتقد أننا الآن علينا أن نحكم على ما يجري على الأرض، وبالتالي علينا أن ننتظر نتائج هذه العمليات على الأرض، وهناك أعمال جيدة حتى الآن حققت تقدم في مواقع مختلفة وجبهات مختلفة. من الواضح أيضا أن المقاومة هذه المرة بطريقه مرتبه ومنظمه، يبدو ان هناك غرفه عمليات مشتركه الى حد كبير، وهناك قيادات عسكريه تشرف على هذه العمليات. فقط نخاف او نخشى ان تتكرر نفس التكتيكات السابقه بحيث ان تكون العمليات العسكريه عباره عن ردود افعال على فشل المباحثات السياسيه بخصوص ما جرى خلال الفترة الماضية في الكويت وفي بين طيب السويسريا. ما الذي يجعل يجب أن لا تنتظر كثيرا بعد؟ طيب أستاذ عبد العزيز، ما الذي يجعل محافظة تعز وتحرير تعز الدمار والخراب؟ وهي بالتأكيد لا يمكن أن تتخلص من هذه المسائل إلا بتحرير كامل، سيفضي إلى ترجيح كفة للسلطة الشرعية والتحالف، وبالذات عندما يتم تحرير تعز بالكامل هذا اعتقد انه سيؤدي في النهايه الى ضرب الميليشيات في الصميم. استاذ عبد العزيز، بدء ما اسميه انا شخصيا نظريه احجار الدومينو من تعز ومباشره الدمار ويمكن حتى صنعاء. طيب استاذ عبد العزيز تسمعني؟ اسمعك الان. أستاذ عبد العزيز، القادة العسكريين سواء للمقاومة أو الجيش يتحدثون عن أن هذه المعركة هدفها النهائي مع تحرير محافظة تعز بالكامل، إلى أي حد هذا الحديث وفق متابعاتك للتصريحات ولما يحدث على الأرض هو واقعي وممكن؟ نتمنى أن يحدث مثل هذا الأمر. هناك طبعا بعض المآخذ الأخرى المتعلقة بالعملية العسكرية، أعتقد بأن كان يجب ان نشاهد ايضا عمليات عسكريه على محوري الشريقه كرش وايضا على محور الذباب وباب المندب، لانه من غير يعني المنطقي عسكريا ان نقول بان عمليه عسكريه لتحرير محافظه واسعه كمحافظه تعز ومساحتها اكبر من مساحه لبنان تقوم تبدا من خلال محاور عسكريه داخل مدينه صغيره. و العمليه التحرير التي يمكن ان ننتظرها و ايضا يجب ان تنطلق من محاور عسكريه عده تاخذ في الاعتبار ايضا المناطق تؤدي الى التحام الجبهات العسكريه في مناطق مختلفه مثل جبهه كرش
قياد الإضافة إلى ضباط المناطق الأخرى. أخاوة، أعتقد بأن هذه العمليات إذا تمت هنا بالإمكان أن نتحدث عن عملية تحرير كبيرة لتعز، ونكون نقول ونقول بأن عملية التحرير قد بدأت بالفعل. لكن حتى الآن ما يظهر بأن هناك عمليات عسكرية هدفها الرئيسي كسر الحصار عن المدينة، وقد تحقق من خلال فتح المنفذ الجنوبي الغربي للمدينة. لكن أعتقد بأن العمليات العسكرية يجب أن تأخذ باعتبار هذه المناطق الواسعة من المحافظة، يجب أن تكون عملية التحرير هي الهدف الحقيقي للعملية العسكرية، ويجب أن تحصل المقاومة والجيش الوطني على المزيد من العتاد الثقيل. طيب في إشارتك للحديث عن أن فتح المنفذ الغربي والجنوبي قد يكون هدف منه الإغاثة، من الأهداف العسكرية على الأرض نقطة مهمة، تدعنا أن نشرك معنا أستاذ عبد العزيز. طيب سأعود لك أستاذ عبد العزيز المجيدي، كنت تحدث عن أنه ربما من الأهداف الآن في فتح المنفذ الغربي الجنوبي هو فك الحصار، وهذا يجعلنا نشرك معنا في الحوار رئيس ائتلاف الإغاثة الدكتور عبد الكريم شمسان، ينضم إلينا من تعز أيضا. دكتور، بعد فتح المنافذ هل سنشهد دخول إغاثة؟ الجهات التي كانت تتحدث وتقول أنها غير قادرة على إدخالها في وقت سابق، هل الآن الأمور مهيئة لها لإدخال إغاثة إلى مدينة تعز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نشكر قناه بلقيس على الاهتمام بالقضايا اليمنيه بشكل عام واهتمام بتعز بشكل خاص. حقيقه عندما تم فتح منفذ الضباب وهو الجهه الغربيه لمحافظه تعز استبشر السكان خيرا، وخاصه في المناطق المحاصره، لأنهم معولون على فتح مثل تلك المنازل، دخول المواد الغذائية والماء والدواء وغيرها من المواد التي تساعد الناس على القيام في الحياة. حقيقة اليوم مثلا من ضمن الأشياء بدأت بعض القوافل تدخل من هذه من الجهة الغربية من مثلا بالمواد الغذائية، وإن شاء الله الأيام القادمة تشهد منطقة الضباب دخول الكثير من الإغاثة من الماء والدواء والعلاج. سيكون ربما المنفذ الغربي هذا يعتبر بمثابة يعني شريان حياة ليمد المنطقة المحاصرة وبالذات الثلاث المديريات وهي صالة ومظفر القاهرة بما تحتاج إليها من المواد الأساسية بشكل عام. لكن هذا المنفذ يعد أحد المنافذ التي تدخل إلى المنطقة المحاصرة، وما زلنا نؤمل كثيرا بأن تفتح بقية المنافذ، وهي المنفذ الذي يربط محافظة تعز بمحافظة الحديدة، وكذلك المنافذ الشرقية ومنها منفذ الحوبان الذي يربط محافظة تعز بمحافظة لحج وعدن وعب وغيرها من المحافظات الأخرى. إن شاء الله الأيام القادمة ربك يستر وتفتح هذه المنافذ لتعيش محافظة تعز كما كانت تعيش سابقا. طيب استاذنك بالبقاء معنا دكتور عبد الباقي، اعود مره اخرى للاستاذ عبد العزيز المجيدي. استاذ عبد العزيز، يبدو واضحا ان خلال الفتره السابقه ان تعز كانت خارج كل الحسابات، لماذا برايك؟ اعتقد بان المساله انطوت على كثير من التكتيكات العسكريه والحسابات الاخرى المرتبطه ايضا بحساسيات سياسيه ربما من نوع ما، شاهدنا المساله بشكل واضح خلال المرحلات الماضية، وكانت هناك عمليات عسكرية راوحت في منطقة الشريقة وكرش وتوقفت عند مناطق حدودية بشكل مباشر وهو مناطق التنازل الحدودي السابقة بين الشمال والجنوب، وهذا أعتقد بأنه أيضا مرتبط بحسابات وتقديرات من نوع ما لا يعني إلى حد كبير ملتبس، لأننا التحالف العربي السلطة الشرعية تحدث دوما عن إطلاق عملية تحرير تعز، تحدث عن دعم واسع لعملية تحرير تعز، لكن عمليا على الارض المقاومه يبدو انها تلقت الى حد ما جزء من الامداد والدعم يبقيها على مستوى معين من القدره على الدفاع عن المدينه واستنزاف الميليشيات، وهذا يبدو كان واضحا. اعتقد بانه كان هناك تكتيكات ربما لصرف جزء كبير او قسم كبير من قوات علي عبد الله صالح باتجاه مدينه تعز، واعتقد بانه كان يتم استغلال شكل من الجانب السيكولوجي لعلي عبد الله صالح و محافظه تعز بحيث
قام ب يعني طرح جزء كبير من قواته باتجاه هذه المحافظه، اولا لاهميته هو طبعا يدرك اهميتها العسكريه والاستراتيجيه، وثانيا للحفاظ على شريط ساحلي واسع يمكنه من الحصول على امدادات وتهريب المزيد من الاسلحه. اعتقد اننا شاهدنا خلال المراحل السابقه وسمعنا اخبارا عن ضبط اسلحه وشحنات اسلحه قادمه من ايران لميليشيات الحوثي وصالح، وقد نشر الكثير من الاخبار عن هذه الشحنات، يعني ان ما لم يتم الاعلان عنه وما وصل الى عبد الله صالح ربما يكون اكثر بكثير من هذه الشحنات التي تم ضبطها. باختصار ما يتعلق بتعز، اعتقد بان هناك تقديرات ربما كانت خاطئه، ندعو التحالف والسلطه الشرعيه الى اعاده تقييم عمليات الفترات الماضيه. هل تعتقد انهم بدأوا بمراجعه هذه التقديرات؟ مهمه لحسم ايضا المعركه و تغيير موازين القوى العسكرية على الأرض بطريقة تمكن القوى السلطة الشرعية والتحالف من كسب المعركة عسكريا وسياسيا. إذا سقطت إذا تم تحرير محافظة تعز بالكامل، أعتقد بأن الميليشيات ستنهار في بقية الجبهات، وأننا سنكون على مقربة كبيرة من تحرير صنعاء. هذه الجبهة أنه يتم تسخينها بين الفيل والآخر، بينما كان شكل من اشكال التهدئه بشكل ينم عن وجود ضغوط الى حد كبير وضغوط ربما دوليه على التحالف. وقد شاهدنا خلال الايام الماضيه اعلانات امريكيه تتحدث عن سحب مجموعه من المستشارين العسكريين الامريكيين من غرفه عمليات التحالف في الرياض، وهذا تقصد الضغوط على التحالف في اي اتجاه؟ في اي اتجاه هذه الضغوط استاذ عبد العزيز؟ في المساحات التي فيها التحالف وحساباته الملتبسه في هذا الجانب. استاذ عبد العزيز تسمعني؟ استاذ عبد العزيز، تتحدث عن ضغوط دوليه تمارس على التحالف العربي، في اي اتجاه هذه الضغوط؟ ما علاقتها بما يحدث في تعز؟ من الواضح ان الضغوط الدوليه مستمره على التحالف وعلى السلطه الشرعيه، وكان هناك اعتقد تصريحات رسميه لرئيس دائره التوجيه المعنوي قبل ايام، وهو يتحدث عن وجود ضغوط دوليه لايقاف تقدم الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه على جبهه صنعاء، بان الضغوط الدوليه هي تجسيد للمواقف الدوليه السابقه التي بدات من 2011 وحتى الان. نحن نعرف بأن القوى الدولية طالما واظبت وثابرت على الكثير من المواقف المتعلقة بمسألة أنها لم تسمح لجمال بن زلق نحو عرض أهلية وغيره من هذا الحديث السمج الذي كان يتلقفه وتتلقفه الطبقة السياسية بشكل غريب. يعني هذه القوى الدولية ضد البلد نبقت شروط وظروف حرب أهلية، تواطأت وسمحت باقتحام الميليشيات للعاصمة صنعاء، وشاهدنا صمتا مزريا في هذا الجانب. كانت الولايات المتحدة أخذت وقتا طويلا حتى عبرت عن قلقها مما يحدث في صنعاء، ربما أكثر من 10 أيام. شاهدنا تعليقا للخارجية الأمريكية على سقوط صنعاء، وهذا دليل أيضا طيب في نقطة الضغوطات. أستاذ عبد العزيز طيب أستاذ عبد العزيز مع قوى دولية في هذا الجانب أستاذ عبد العزيز مختلفا، القوى الدولية تضغط باتجاه منع السلطة الشرعية والدولة من استعادة العاصمة، وتريد تسويه سياسيه تبقي الميليشيات وعلي عبد الله صالح كشوكه في حلق البلد من اجل استنزاف البلاد والمنطقه في حروب قادمه وصراعات قادمه. طيب بشكل سريع استاذ عبد العزيز، سؤال اخير واتمنى الاجابه عنه بشكل سريع ايضا. يعني منذ ان بدات الحرب في تعز ونحن نشهد اصرار غير عادي من قبل الميليشيا على المعركه وعلى السيطره على محافظه تعز، الى اي حد ما زال الانقلابيون مستعدون لمعركه طويله في تعز برايك؟ يا سيدي، اعتقد ان هناك جانبا مهما في مساله الاصرار والاستماته المتعلقه بميليشيات صالح والحوثي على البقاء في تعز. تعز بالنسبه لهم مهمه جدا، السقوط او تحرير تعز بالكامل من يد هذه الميليشيات يعني ان اصبحت قاب قوسين او ادنى من السقوط والتلاشي بشكل كامل، يعني سنتحدث ربما عن سقوط يمنعها من مساله حتى الحصول على السياسيه التي يمكن ان تحصل عليها على طاوله المفاوضات. هم يدركون اهميه هذه المساله، وبالتالي هناك جوانب مختلفه في دوافع هذه الميليشيات المتعلقه ب جانب مناطقي قهوي وايضا طائفي، وهم يدركون ايضا بان تعز في النهايه تمثل شعله ثوره 2011، وهذا جانب شخصي يخص علي عبد الله صالح الذي اعتقد بان تعز
قوضت كرسيه، وبالتالي لديه نقمة وصار شخصي مع المدينة، بالإضافة إلى أن الذهنية التي تحكم الميليشيا تعتقد بأن تعز دائما كانت في واجهة المشهد للأنظمة. أشكرك جزيلا أستاذ عبد العزيز المجيدي، مضطر لمقاطعتك، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من محافظة تعز. أختم ما تبقى من وقت في هذه الحلقة مع رئيس ائتلاف الإغاثة الدكتور عبد الكريم شمسان. دكتور عبد الكريم، أهلا بك مرة أخرى في هذه الحلقة من زوايا الحدث. لو نتحدث عن أهم احتياجات المحافظة الآن من مواد إغاثية. بسم الله الرحمن الرحيم. هي محافظة تعز حقيقة نظرا للحصار الشديد التي عانته، وكذلك نظرا للحرب التي فلت أمدها، وكذلك نظرا لتعداد السكان الكثير، حيث أن محافظة تعز هي أكثر من 3 مليون نسمة، ربما جميع الاحتياجات تحتاجها خاصة في الأوان الحالية، وبالذات في مجال الغذاء والماء والدواء والنظافة، وهذه الحاجات بالإضافة إلى الكهرباء، لأن الكهرباء في محافظة تعز لها حوالي أكثر من سنة منقطعة عن المحافظة، فتتمثل احتياجات محافظة تعز للمرة الثانية في الماء والغذاء والدواء والنظافة والكهرباء وبشكل عام، سواء داخل المنطقة المحاصرة أو المنطقة الغير محاصرة. طيب، يبدو أن ما وصل الآن من إغاثة هو عن طريق بعض الجمعيات والأشخاص، هل هناك وعود بالنسبة لكم قدمت فيما يخص الإغاثة من الحكومة أو من دول التحالف العربي؟ حقيقة يعني هو ما يصل الآن ربما في صفة فردية من بعض الجمعيات الصغيرة، لكن ما يعني مثلا في مجال الدواء الصحة العالمية في مكتب عدن يقوم بواجباته، كذلك مركز الملك سلمان يقوم بواجباته، الهلال الأحمر الإماراتي والهلال الأحمر القطري يقاموا، لكن الكميات التي تصل إلى محافظة تعز ربما 10,000 إلى 20,000 سلة لا تفي لمحافظة يبلغ سكانها حوالي 600,000 أسرة، بمعنى آخر أن الاحتياج كبير جدا في الوقت الذي الوصول فيه قليل جدا إلى ما تحتاجه إلى المحافظة، ولهذا نحن ندعو الآن المنظمات الدولية بشكل عام أن توجه مساعداتها إلى محافظة تعز، وخاصة عن طريق محافظة عدن التربة خط ضباب، لأن الطريق صار آمنا، فندعو جميع المانحين سواء المحليين الإقليميين الدوليين للتوجه لإنقاذ محافظة طيب تعز. دكتور عبد الكريم، سؤالي الأخير عن المساعدات الطبية التي ربما تحتاجونها وهي مهمة الآن في هذه اللحظة، ماذا عنها؟ المساعدات الطبية حقيقة محافظة تعز لا تعمل إلى الآن إلا حوالي من 7 إلى 8 محافظات فقط، ولهذا نحن ندعو جميع المنظمات منها الصحة العالمية إلى رفد المحافظة بالعلاجات، وخاصة العلاجات التي يحتاج إليها الناس في الإسعافات وفي مجال الجروح والعمليات، وكذلك لا ننسى العلاجات للأمراض المزمنة، لأن الأمراض المزمنة حاليا حقيقة الناس لا يستطيعون أن يأخذوا أن يحصلوا على هذه العلاجات أو حتى وأن يشتروها بصفة فردية من الصيدليات، وخاصة مرض السرطان والسكر وغيره من الأمراض المزمنة، فندعو فعلا المنظمات الدولية لإغاثة محافظة تعز في هذه المجالات، لا نفرق بين المجال الغذائي أو المجال الصحي أو مجال الماء والإيواء وغيرها من الخدمات التي تحتاج إليها المحافظة. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الكريم شمسان رئيس ائتلاف الإغاثة في تعز، وأيضا الشكر موصول لضيفينا الأستاذ عبد العزيز الماجدي الكاتب والمحلل السياسي، وأيضا الأستاذ عبد الحميد صغير القائد في المقاومة الشعبية كان أيضا معنا من تعز. وصلنا نهاية هذه الحلقة من زوايا الحدث، خصصنا عن ملفي الدعم العسكري والإغاثة في محافظة تعز. في الختام تحيات كل الزملاء ومنتج هذه الحلقة كمال حيدر، في أمان الله.